في بيان أصدره صباح اليوم، اتهم الائتلاف السوري المعارض نظام الأسد بالمناورة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته التي لا يمكن الوفاء بها ما لم تقم الدول الفاعلة على إجبار النظام على الرضوخ. نحن نتوقع مفاوضات صعبة جدا ولا يمكن أن تنتهي ولا يمكن أن تقود إلى نتيجة إن لم تعود الدول المؤيدة دول المجتمع الدولي إلى الضغط على هذا النظام وعلى روسيا التي تحمي التي حمت حتى الآن هذا النظام من أجل التقدم نحو إنهاء مأساة. الوفد الرسمي السوري رفض أي اقتراح ينطوي على رحيل الأسد عن السلطة، واتهم القوى الدولية والإقليمية المناوئة لنظام الأسد بدعم العناصر الإرهابية. يعني إنه هذا السعودي كان جاي سائح، جاي سياحة ولا جاي عم يقاتل مع جبهة النصرة وداعش وآخرين، هذا أولا. ثانيا، عندما يعتقل أي مقاتل أجنبي لا يوجد لدينا لا تعذيب ولا حاجة إلى ذلك، لأننا نريد أن نستفيد من معلوماته ومن علاقاته ومن اتصالاته. مواقف متباينة تحتم على الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إيجاد خطوات عملية لكسر حالة الجليد وإقناع الجانبين بالتفاوض المباشر اعتباراً من غد الجمعة في جنيف للتوصل إلى حل سلمي حتى وإن بدا حلماً في الوقت الراهن.